تمكن 24 مشاهدا فقط من دخول استاد عندما واجهت المكسيك عمالقة إيطاليا في ربع النهائي. أحرز فراغوسو التفوق للمكسيك، كان هذا أول هدف يسجل في إيطاليا خلال المباراة. كان النصف الأول لصالح المكسيك، لكن إيطاليا ردت الضربة. سجل دومينغيني هدف تهدئة أعصاب الإيطاليين. دخل في الجولة الثانية ريفيرا ليرفع معنويات الفريق. سجل الهدف الإيطالي الثالث. تحولت التمريرة العالية المدهشة إلى هدف آخر. ها هو. السعادة الإيطالية هائلة. سيطر ريفيرا وريفا على اللعبة بالكامل. أكدت أهداف إيطاليا الأربعة مكانتها الحتمية في شبه النهائيات للقضاء بذلك على تمنيات البلد المضيف.